السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا مع محاضرة جديدة من محاضرات قناة مستر طارق سعد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مهارة من مهارات الإنترنت، وجت لنا أسئلة كتير عن كيفية البحث والتنزيل، سواء كان بحث عن صور أو عن معلومات أو عن كتب أو حتى فيديوهات مصورة. ناس بتسأل إزاي أقدر أبحث بسهولة وإزاي أقدر أنزل الحاجة اللي أنا بحثت عنها. ده هيكون موضوع محاضرة النهاردة، وهنتفق الأول مع بعض إن إحنا نستخدم في محركات بحث كتير على الإنترنت، إحنا نستخدم محرك البحث الخاص بالجوجل. فكل المطلوب منك إن أنت يكون عندك الإنترنت شغال وتخش على موقع الجوجل دوت كوم اللي بيظهر معاك بالشكل ده. هو الموقع بسيط جدا وسهل، بيكون عندي شريط البحث هنا. القصة كلها في كيفية كتابة كلمات تستطيع من خلالها تصل لنتيجة البحث اللي انت عايزه بطريقة سهلة وصحيحة. هنفترض مثلا ان انا عايز ادور على كتب. طيب عندي طريقتين للبحث عن الكتب. لازم تعرف ان الجوجل عنده فهرس او فهارس كبيرة مقسمها، بمعنى الافلام حاططها في فهارس، الكتب، الصور. فانا ممكن في بعض الجمل اللي ممكن توصلني بسهولة، مثلا لو انا عايز اروح الفهرس الرئيسي بتاع الكتب العربي اللي موجود على الجوجل، فممكن اقول له كده جملة بسيطة جدا احفظها معايا، اكتب له اندكس، اندكس يعني فارس، اندكس اوف عربيك بوكس. يبقى انا بقول له هات لي فهرس الكتب العربي. قيس على كده بقى كلمة عربيك، شيلها وحط اي لغة انت عايزها. تمام، انا هجيب فهرس الكتب العربي واقول له بحث. يبدأ بكل بساطة جوجل يجيب لي بعض المواقع اللي بتوفر لي كتب عربي، طبعا بيرتبها من حسب القوة، فانا هختار اول فهرس منهم. ويفضل وانت بتختار الفهرس عشان ما تضيعش نتائج البحث، عشان لو عايز ترجع لها تاني دوس رايت كليك على النتيجة وقول له فتح في علامة تبويب جديدة، فيفتحها لك في علامة تبويب جديدة. تفتحها هيبدأ يجيب لك فهرس كامل لكل الكتب العربي، كل الكتب العربية اللي موجودة في المكتبة دي، كل دي كتب عربي على فكرة. وهتلاحظ ان راجع كده النهايات، يا الكتاب نهايته بي دي اف، بي دي اف اللي هو الاكروبات ريدر، او دوكيمنت ببرنامج الوورد. كل الكتب موجودة قدامي اهي، ممكن ابدأ ابص عليها واشوف. لو انا مثلا في كتاب من دول انا عايز انزله، كل اللي هعمله بس ان انا هختار الكتاب وادوس عليه كليك، يبدأ الكتاب يظهر معايا. تعال نجيب كتاب سهل شوية وليكن الكتاب النهاية دوت، هدوس عليه كليك. طبعا النهاية انا موجود جزء اول 2 3 4 5، هدوس كليك على الجزء ده، بيبدأ الكتاب ينزل معايا تحت اهو، لاحظ لغاية ما ينزل الكتاب، بينزل لان وورد نزل بسرعة. هقول له عرض، هيجيب لي نتائج البحث بتاعتي، اروح اقول له عرض في المجلد، هيجيب لي الكتاب واقف عليه اهو، دبل كليك عليه. لو انا عندي برنامج الوورد موجود هيظهر معايا الكتاب، هقدر اتعامل مع الكتاب، اقرأه، اقدر احفظه، اقدر اعمل فيه اي حاجة. اصبح عندي كتاب كامل ممكن اتعامل معاه، نزلته من الانترنت. تمام، يبقى دي اول طريقة للتنزيل، البحث عن الكتب. تمام، وشفنا ازاي وصلنا للفهرس بتاعه، ودي نتيجة البحث. ممكن اروح لمكتبة تانية زي المكتبة التراثية مثلا، كليك برضو يمين فتح وابدأ اتفرج عليها، هيجيب لك بعض الكتب، بس دي شكلها مش فهرس بقى، ده جايب لك الموقع نفسه. تقدر تجيب بقى كتب الشعر، كتب التاريخ، كتب اللغة، كتب التراجم، خش واتفرج. ألف ليلة وليلة، الفتوحات المكية، أي كتاب أنت عايزه تبدأ تستعرضه، وبرضه هتلاقي في لينك تنزيل تقدر تنزله زي ما أنت عايز. في بعض الكتب بتكون كمان مقروءة، يعني فيها ساوند، صوت، يعني لما تلاقي كده الكتاب جنبه العلامة دي معناه إن هو الكتاب ده ممكن تسمعه، مش تقراه، تسمعه. تمام، طبعا كل ده كتبنا كلمة اندكس اوف عربيك بوكس. طيب هفترض بقى ان انا عايز انزل مثلا كتب مش فارس، عايز اروح لمواقع، فبرضو ممكن اكتب كده بالعربي لو انا عايز كتب عربية، فممكن اقول له كتب عربية بصيغة البي دي اف، اهو الجملة دي، كتب عربية بصيغة البي دي اف، فبيبدأ يديني مواقع جميلة جدا برضو للكتب العربي. كليك يمين هفتحها في رابط وابدأ اروح للموقع واجد الكتاب او الكتب موجودة، قراءة او تحميل او تنزيل زي ما انا عايز. ببدأ اشوف الدنيا
واختار الكتاب اللي انا عايزه. طب هفترض ان انا عايز كتاب معين، فهل ينفع مثلا هقول له مثلا كتاب مثلا تعليم الصلاة للأطفال، الصلاة والوضوء للأطفال، عايز كتاب لتعليم الصلاة والوضوء للأطفال، فيبدأ يجيب لي كتب برضو، تحميل كتابه هيا نتعلم الوضوء والصلاة، كليك يمين، دايما كليك يمين عشان اجيبه في مكان تاني عشان ما اضيعش. ادي الكتاب اهو، عدد صفحاته، ببدأ ابص على الكتاب واشوفه وانزل عند كتاب اهو بيقول اقرأ الكتاب اونلاين، ممكن اقراه وممكن احمله بي دي اف، هقول له مثلا تحميل بي دي اف، يبدأ يجيب لي صفحة الكتاب يقول لي من فضلك انتظر جاري تجهيز الكتاب بعد كذا ثانية، بنتظر العشر ثواني دول او الخمشر ثانية اللي بيقول لي عليهم، ويبدأ الكتاب يظهر معايا واقدر انزله واقراه واتعامل معاه. رابط تحميل، فبقول له رابط التحميل، ادوس كليك عليه، يبدا الكتاب ينزل معايا برضو تاني بنفس الطريقه، بنتظر لغايه ما الكتاب يتحمل خالص ويبقى جاهز معايا، بقول له عرض، وابدا اقول له العرض في المجلد، يظهر معايا الكتاب، دبل كليك على الكتاب يبدا يظهر معايا الكتاب. جميل قوي وظريف جدا لكيفيه التعلم الوضوء والصلاه للاطفال. ممكن لو عندي مطبعه اطبعه، ممكن اقراه مع اولادي، اعلمهم كيفيه الصلاه والوضوء بطريقه بسيطه جدا وسهله وميسره. طبعا كتاب ظريف جدا لو انت عندك طفل صغير عايز تعلمه اركان الوضوء بشكل صحيح والصلاة بشكل صحيح. تمام. يبقى كده انا بكل بساطة عرفت كذا طريقة لكيفية تنزيل الكتب، انا كده بتكلم عن الكتب، ودايما في الكتب خلي لازمة البي دي اف دي معاك على طول، لان صيغة الكتب الموجودة على النت كلها صيغه اسمها بي دي اف. طبعا انا كده فتحت لك مجال كبير جدا، زي ما قلنا ممكن نستخدم فكره الاندكس او نستخدم العبارات او الكلمات الداله، ودايما خلي نهايه العباره بتاعتك فيها كلمه بي دي اف عشان يقدر يساعدك. في بعض الاحيان هتصل لمواقع هتلاقيها مواقع جديره بان انا اتعامل معاها، فممكن الموقع اللي انا وصلت له لو عجبني بحتفظ باسم الموقع، وممكن بعد كده اروح للموقع مباشره دون الحاجه ان انا اعمل بحث. احتفظ بالموقع ازاي؟ لو انا عندي موقع اهو، الموقع ده ممكن اخد اسمه اكتبه عندي، ممكن اضيفه للفيفوريت او المفضله بتاعت الانترنت بتاعتي، بحيث يبقى عندي موجود اقدر استدعيه في اي وقت انا عايزه. تمام؟ كده عرفنا كيفيه البحث عن الكتب. طيب اتكلمنا عن جزء التحميل باستخدام بعض الصيغ الخاصه بالكتب. ان شاء الله يعني عايزكم تجربوا الموضوع ده، ان شاء الله هنحاول نعمل جزء خاص بتحميل الفيديوهات والصور والحاجات المصورة، بس نركز بس في الفيديو ده على كيفية تحميل الكتب وتنزيلها. شكرا وإلى اللقاء في محاضرة قادمة.